السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بيكم ودرس جديد من دروس اللغة العربية، وهو درس إعراب جمع المذكر السالم. معكم الأستاذ بلال شعبي. يلا بينا نبدأ الدرس بتاعنا ونشوف. كلمة مسلم وكلمة معلم وكلمة مؤمن كلمات مفردة تدل على فرد واحد. السؤال بيقول هات جمع الأسماء التالية. طب لو جينا نجمع كلمة مسلم هتبقى مسلمون. لو لاحظنا كلمة مسلمون هنا هنلاقي إن كلمة مسلم فضلت زي ما هي وزودنا واو ونون. طب كلمة معلم، كلمة معلم المفرد فضل زي ما هو وزودنا عليه معلمون الواو ونون. طب كلمة مؤمن نفس الكلام، كلمة مؤمن المفرد ظل كما هو وزودنا عليه الواو والنون. يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هنتعرف عليه اكتر من خلال الامثله اللي جايه. انتصر المصريون في حرب اكتوبر. انتصر المصريون في حرب اكتوبر. فين هنا جمع المذكر السالم؟ المصريون. ممتاز. المصريون كلمة تدل على الجمع، وانتهى جمع المذكر وانتهى بواو او نون. طيب المثال اللي بعده، الفلاحون نشطاء في العمل. كلمة الفلاحون جمع مذكر والجمع ده انتهى بواو ونون. المثال اللي بعده، رأى التلميذ المشاركين في الحفل. كلمة المشاركين، المشاركين كلمة جمع مذكر وانتهت بياء ونون. رحب المدير بالمتفوقين. كلمة المتفوقين جمع وجمع مذكر وانتهت بالياء والنون. حضرتك عاوز تقول لي ايه يا استاذ في الامثله دي؟ عاوز اقول لك ان جمع المذكر السالم هو ما دل على اكثر من اثنين، اكثر من اثنين، اكثر من فردين، وطبعا بيكون مذكر بزياده واو ونون او ياء ونون على الاصل بتاع الكلمه. لو جينا بصينا في كلمة المصريون، الأصل بتاعها المفرد بتاعها المصريين. فضلت كلمة المصري زي ما هي لما جمعناها، وجينا عند آخر حرف زودنا واو ونون. نفس المثال، نفس الطريقة حصلت في المثال الثاني، الفلاحون. كلمة الفلاحون مفردة الفلاح، فضلت كلمة الفلاح زي ما هي بنفس ترتيب الحروف، وزودنا عليها واو ونون في الآخر، وأصبحت جمع مذكر سالم. المشاركين، كلمة المشاركين مفردة المشارك، فضلت المشارك زي ما هي وزودنا في نهاية الكلمة ياء ونون، وهو ده جمع المذكر السالم. هو ما يدل على أكثر من اثنين وينتهي الجمع بتاعه واو ونون أو ياء ونون. طيب كلام جميل، أعرفه إزاي بقى يا مستر؟ جمع المذكر السالم أعرفه إزاي؟ قالوا إن جمع المذكر السالم بيرفع وينصب ويجر. طيب بيرفع بيه يا مستر؟ جمع المذكر السالم بيرفع بالواو. جمع المذكر السالم بيرفع بالواو. طيب وينصب بالياء. طيب ويجر ايضا بالياء. يبقى جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر الياء. تعالوا نشوف مع بعض المثال اللي جاي. استخرج جمع المذكر السالم وأعرفه.
استخرج جمع المذكر السالم وأعرف هيجيب لنا مجموعة من الجمل وإحنا هنستخرج جمع المذكر ونعرف دافع عن المظلومين. دافع عن المظلومين فين جمع المذكر هنا؟ وداز كلمة المظلومين إعرابها إيه؟ أنا عندي عن ده حرف جر يبقى المظلومين ده اسم مجرور وعشان هو جمع مذكر سالم فيكون اسم مجرور وعلامة جره الياء. المثال اللي بعده أحال القاضي المتهمين إلى محكمة مدنية. فين جمع المذكر السالم عندي؟ المتهمين داز نعرفه ايه؟ حسب موقف الجملة أحال ده فعل ماضي مين اللي أحال؟ القاضي يبقى القاضي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المتهمين مفعول به منصوب. طيب هو جمع مذكر سالم بينصب بإيه؟ بينصب بالياء. المثال اللي بعد كده يصوم المسلمون شهر رمضان. يصوم المسلمون شهر رمضان كما المذكر السالم عندي كلمة المسلمون تعرف حسب وقع في الجملة يصوم فعل مضارع المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. المثال الأخير بتاعي بيقول أحترم الممثلين الملتزمين. فين جمع المذكر السالم هنا؟ الممثلين داز احترم فعل مضارع مين اللي بيحترم؟ انا يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر تقديره انا والممثلين مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. اعرب ما باللون الاحمر في الجمل الاتيه يرضى الله عن الصابرين عن حرف جر الصابرين اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه جمع مذكر سالم. الصيادون نشيطون الصيادون دي جمله اسميه يبقى ده مبتدا الصيادون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. الجنود مخلصون حد نوع الجمله جمله اسميه احسنت عندي الجنود مبتدا ومخلصون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو ايضا لانه جمع مذكر سالم. يحب الله المتقين دي جمله فعليه عندي يحب فعل مضارع الله لفظ الجلاله فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمة المتقين هتكون مفعول به منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. ضع مكان النقط ضع مكان النقط الكلمات المناسبة. يحب الله السؤال ده مهم جدا علشان اختار الكلمة المناسبة لازم اعرف الجملة اللي قدامي كويس وعلشان اعرف كويس اسأل نفسي سؤال يا ترى الجملة اللي قدامي دي اسمية ولا فعلية؟ طالما الجملة بدأت بفعل فهي جملة فعلية. يحب فعل مضارع الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة يبقى النقط اللي جاية هيتعرف الكلمة اللي هنحط على النقط دي هيتعرف مفعول بيها والمفعول بيها هيكون منصوب ولسه واخدين إن جمع المذكر السالم بينصب بالياء يبقى هقول يحب الله المخلصين برافو. يتعاون النقط في جمع الثمار جملة اسمية ولا فعلية؟ عندي بدأت بالفعل تبقى جملة فعلية. يتعاون فعل مضارع مين اللي يتعاون؟ يبقى الكلمة اللي جاية هنعرف فاعل وعشان جمع المذكر السالم يرفع بالواو يبقى أجيب فاعل للأمثلة اللي قدامي دي يكون ملائم ومناسب لكلمة الثمار. ما دام عندي ثمار يبقى أختار مين؟ الفلاح ممتاز. بعد كده المثال بيقول نقط يدخلون النار اسم هيجي في اول جمله تبقى جمله اسميه يبقى انا عايز كلمه تعرف مبتدا
يا ترى اختار المنافقون ولا المعلمون؟ اكيد طبعا المنافقون، لان المعلمون ناس طيبه خالص، فالمنافقون هتكون هي الكلمه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو، علشان كده هنختار المنافقون. المثال الأخير بيقول: شارك مؤد في الحفل، ما تبقاش عندي غير المعلمون، واللي هي برضه هتعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مثال كمان بيقول: استخرج جمع المذكر السالم وأعرفه. استخرج جمع المذكر السالم ثم أعرفه. المصريون مخلصون لوطنهم. جمع المذكر السالم عندي هو ما يدل على قلنا وتعريف، هو ما يدل على اكثر من اثنين بجانب هو ونون او ياء ونون. عندي المصريون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم، وكمان عندي كلمه مخلصون خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم. يبقى انا عندي المصريون وكمان عندي مخلصون. المثال اللي بعد كده بيقول: يطوف المصريون حول الكعبة. فين جمع المذكر السالم؟ ممتاز، عندي المسلمون ويعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. تحتفل الدولة بالمعلمين. عندي المعلمين جمع مذكر سالم ويعرب الباء حرف جر المعلمين اسم مجرور وعلامة جره الياء. ودعنا المسافرين، ودعنا المسافرين لأداء فريضة الحج. مين اللي ودع؟ إحنا. الناهي هي الفاعل، وعند المسافرين هي الكلمة اللي جمع مذكر سالم، هتعرض مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. بكده حبايبي يكون انتهينا من درس جمع المذكر السالم. الأسئلة والإجابات موجودة في البوكليت. التواصل معانا على جروب واتساب، مستني أي استفسار وأي سؤال ليكم. متواصلين مع بعض طول اليوم. أشوفكم على خير في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.